بالنسبه للفريق الاتحاد الرياضي الازيلال هو فريق يمثل واحد المنطقه اللي هي تنتمي لواحد المجال اللي هو جبلي فريق الاتحاد الرياضي الازيلال اللي كان تاسس في ما بين اواخر السبعينات وبدايه الثمانينات اللي حمل مجموعه من الاسماء وتم استرجاع فريق الاتحاد والاسم ديالو في نهايه التسعينات يعني فريق اللي يمثل واحد المدينه جبليه بالنسبه للفريق بالنسبه للترتيب الحالي ديالي اولا هو فريق تيمارس في القسم الثاني هو شطر الجنوب والترتيب ديالو الان حاليا تحتل وسط الترتيب يعني مرتبة سعود بمجموعه 23 نقطة اللي جمعهم من خمسة الانتصارات و تمنيه التعادلات وربعه الهزائم وكنا في البدايه كنا رغم رغم التعثرات رغم الانطلاقه اللي هي لان احنا كمكتب جديد ما خديناش الفريق في واحد الوقت اللي هو اللي تسمح لنا باش اننا نوجدوا المنافسات كنا طامحين باش اننا نصعدوا للقسم الموالي ولكن ملي دخلنا ملي من ملي شدينا المكتب ودخلنا وشفنا المشاكل اللي كاينه عند الفرقه والمشاكل اللي هي قديمه وكذا دابا صعيب باش اننا نقول باقيين طامحين في الصعود ولكن حنا تنوجدوا واحد الفريق للموسم المقبل ولا المقبل المقبله ان شاء الله بالنسبه للمنطقه عندكم كاين يعني كاين بنيه تحتيه مزيان كاين ملاعب كاين هدشي يعني كاين دعم مالي للفريق من عند المجالس المنتخبه ولا وفي بالنسبه للمنطقه ديالنا كازيلال كاين ملعب اللي هو تسمح لنا ان ملعب في المستوى اللي تيمارس في كره القدم في الهوات يعني ملعب في مستوى بالنسبه للدعم استفدنا من الدعم ديال المؤسسات العموميه ومازال كاين وعود اننا نستفدوا ان شاء الله المهم بالنسبه للمسؤولين على الاقليم وعلى الرياضه تيوعدونا وتيساندونا يعني كاين 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 دعم ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله للفريق وتنتمنوا انه يتزاد دعم اخر من جهات اخرى باش اننا نطمحوا ان نوصلوا لذاك الطموح ديالنا والطموح ديال الجمهور الرياضي دي في مدينه ازيلال شنو الرساله اللي ممكن توجهها للجمهور, للجمهور للمسؤولين في المنطقه بالنسبة للجمهور والمسؤولين تتمنى أنهم يكتفوا المجهودات ديالهم من أجل الرياضة عامة في الإقليم وفي المدينة ديال أزيلال ويساندوا الفريق ديالهم ممثل واحد ديالهم كرة القدم في المدينة ديالهم